خلال فصل الشتاء يبدو الماء الساخن مثل النعمة. بعد أن يتم إيقاف تشغيل التيار المتردد، يتم تشغيل السخانات وفاتورة الكهرباء لا تزال مرتفعة. ولكن هل تعلم أن هذه المياه الساخنة مضرة لك؟ في ذلك الوقت يبدو الماء الساخن في الحمام مريحاً جداً، ولكنه يزيل كل الزيوت الطبيعية من شعرك وجسمك، وبمجرد زوال الزيت الطبيعي يتضاعف جفاف الجلد. إذا كنت تستخدم الكثير من الماء الساخن على الوجه، فإنه يؤدي إلى جفاف وتجاعيد كثيرة. لذلك دائماً استخدم الماء الفاتر، يعني أن الماء يجب أن يكون فوق درجة حرارة الغرفة بقليل ولا يحرق. إذا كنت لا تزال تشعر بالحاجة إلى الحصول على حمام ساخن بالفعل، فإننا نقترح أخذ غطسة ثانية في الحمام البارد بعد الاستحمام. ما سيحدث بعد ذلك هو أن المسام التي تم فتحها بسبب المياه الساخنة سوف يتم غلقها. بالنسبة للماء الساخن للشعر، يسبب الكثير من الأضرار، ويجب عليك اللجوء إلى استخدام المكيف في أقرب وقت. حاول تغيير عاداتك وسوف تجني المزيد من الفوائد بسرعة.